معايا طاجن كبير او صينيه او اي حاجه اللي احنا حابينه، حط فيه بصلايه كبيره كده محترمه متقطعه مكعبات. تقطيع الخضار مهم يكون كله زي بعضه، مش حاجه مربعه وحاجه جوانح ومش عارف، لا كله زي بعضه. معايا هنا فلفل الوان متقطع مكعبات، عندي هنا فلفلايه صحيه ما اتقطعتش طبعا هقطعها. دلوقتي طماطمايه نفس المكعبات، هي ما غيرناهاش طبعا. دلوقتي بقى البطاطسايه ايه، مكعبات، شاطرين برافو عليكم. بالظبط كده. دلوقتي بقى هتبل الخضار بتاعي بالتتبيله اللي احنا حبيناها، انا حاطه فلفل اسود وكمون وملح ومكعب مرق، اللي حابب يشيل المكعب المرق مفيش اي مشكله خالص. هقلب بقى كل المكونات دي عشان التوابل. دلوقتي هشيل الخضار بتاعي بقى على جنب ونعمل الكفته الجميله بتاعتنا. دلوقتي بقى معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، عليها بصلايه مبشوره وثلاث معالق كبار من البقسماط الناعم، والتوابل بتاعت نفس التوابل اللي حطيتها على الخضار هي اللي حطيتها على الكفته. هعجن بقى كويس جدا جدا جدا، عايزاها عجينه متماسكه كده. الكفته بتاعتي بقت جاهزه معايا بالشكل ده كده، عجنتها كويس جدا. هشكلها بقى حسب ما انا حابه، كور صوابع اللي احنا حابينه. انا هعملها صوابع كده، رصها على وش الطاجن كده. خلصت الكفته بتاعتي، معلقتين كده زيت، مش عايزه اكتر زيت عشان لسه احط طحينه، وطبعا الطحينه فيها زيت السمسم بجد يعني وصفه حلوه جدا لازم تجربوها. دلوقتي بقى شويه صغيرين كده من الميه، طبعا الخضار بتاعها هينزل ميه، بس ايه انا عايزه شويه ميه حلوين كده يكون في صوص في الوصفه بتاعتي. دلوقتي بقى هغطيها وادخلها الفرن، هغطيها بورق الزبده وادخلها الفرن على درجه حراره 240 او 250، اعلى درجه حراره عندنا في الفرن. الصوص بقى معايا هنا نص كوبايه من الطحينه الخام، عليها نص كوبايه من الزبادي، نص كوبايه معياريه يعني علبه زبادي اللي هي الصغيره دي ال 100 جرام، فص توم صغير بيدي طعم حلو قوي، ليمونه، عصير ليمونه بس تكون كبيره. هنا بقى رشه من الملح لان مملحه الكفته ومملحه الخضار بتاعي، فاحنا نخلي بالنا من الملح. وهنا كمون، ربع كوبايه بقى من الميه الدافيه. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض عشان تتجانس وتعمل معايا صوص. الصوص بقى جاهز معايا بالقوام اللي احنا شايفينه ده. دلوقتي الطاجن معايا بعد نص ساعه عمل الصوص اللي احنا شايفينه ده، الميه طبعا نزلت من الخضار وشويه الميه اللي انا حطيتهم. انا عايزه شويه الصوص دول احطهم على الطحينه، نمسك طبعا عشان الطاجن بتاعي سخن بالشكل ده كده، هياخد كل الصوص. هقلب الطحينه بتاعتي بقى كويس جدا مع الصوص اللي نزل. دلوقتي بقى هنزل بالصوص بتاعي كده على الكفته وهرجعها الفرن تاني تتشرب كلها من بعضها. دلوقتي بقى هرجع الطاجن بتاعنا في الفرن زي ما قلنا على اعلى درجه حراره، كل الصوصات والخضار وكل حاجه تاخد من طعم بعضها. انتوا شايفين الطاجن عامل ازاي، انا مش هتكلم خلاص كده، شويه بس بقى كده بسيطه من الخضره، بقدونس اللي حابب. نشوف بقى الكفته بتاعتنا مع بعض، شايفين الجمال بجد تحفه جدا لازم تجربوها. ريحتها حلوه قوي، مستويه وجميله من جوه، شايفين. يا رب وصفه النهارده تكون عجبتكم، واللي جرب الوصفه وتعجبه وان شاء الله باذن الله هتعجبكم يسيب لي رايه في كومنت، وما تنسوش تعملوا لايك. سلام.